من الإيجابيات اللي ذكرناها في المقاطع السابقة أنه من تأثيرات النيجاتيف فيدباك هو زيادة في الباندويث. زين خلي أفتهم هذه الزيادة شو راح يولد ليها النيجاتيف فيدباك. أولا تعريفنا للباندويث، الباندويث مالت الامبليفاير نعرفه، يعني في حالة أنه إن عندي هسه هذه هنا امبليفاير بدون فيدباك، امبليفاير إلى جين مقدار أي، هذا افترض أنه الامبليفاير. فتعريفنا للباندويث مالته نعرف أنه الباندويث مالت الامبليفاير في حال عدم وجود الفيدباك هو المسافة ما بين ال 2-3 dB points بالنسبة لي. يعني لو كان هسه نفترض هذا الفريكونسي ريسبونس، راح أخذه بهذا الترتيب، خلي أفترض أنه هنا عندنا هسه هالشكل بهذا الشكل، هذا فريكونسي ريسبونس، خلينا نفترضه انه جاي اخذ هسه هنا عندي هذه مثل الجين، هذا الجين اللي هو الاوبن لوب جين اي مع الفريكونسي، هذا الفريكونسي، فاحدد الثري بوينت مالتنا اللي هي هذه، خلينا نفترضها، خلينا نفترض انه هاي مثل مقدار قيمه شنو الثري دي بوينت، فهذه اللور ثري دي بوينت، وهذه هنا راح تكون الابر ثري دي بوينت، هذه راح اسميها الاف 1، هذا الاف 2، وهذا الفرق بيناتهم هو راح يمثل مقدار قيمه شنو هو الباندويث. فاقول هذا هو الباندويث، الباندويث مالت الامبليفاير راح يكون هو F2 ماينس F1. زين خلي افترض هسه هنا انه انا ربطت شنو الفيدباك مالتنا، يعني هذا الباندويث للسيستم في حال عدم وجود الفيدباك، فبالتالي صار عندي هسه هنا جين، اكو جين للمنظومه هو مقداره اي باعتبار جاي ارسم هنا مع الامبليتيود والفريكوانسي، هذا الاوبن لوب جين، هنا صار عندي ال 3 دي بوينت مالتنا، هذه النقطه وهذه النقطه نسميها ال 3 دي بوينت، ومن عندها حددت مقدار قيمه الباندويث. اذا اريد هسه اوجد مقدار قيمه البرودكت ما بين الجين والباندويث، فراح يصير هنا عندنا نسميه البرودكت مالتهم راح يكون هو اي في مقدار قيمة الباندويث المنظومة في حال شنو قبل الفيدباك. طيب السؤال هسه اللي هنا اذكرنا انه من السلبيات مالتنا اذا ربطنا نيجاتيف فيدباك على المنظومة راح يؤدي الى شنو، الى تقليل مقدار قيمة الجين، فبالتالي اذا قللت مقدار قيمة الجين يعني الاداء راح يقل، فبالتالي شلون راح يصير العلاقة ما بين الباندويث وما بين الجين، يعني وين التأثير، وين السؤال اللي يكون عندنا انه تأثير النيجاتيف فيدباك يؤدي الى زيادة مقدار قيمة الباندويث. حتى اجاوب على هذه النقطة خلي افترض هنا هسه انه لهذه المنظومة اربطنا فيدباك نيجاتيف فيدباك بجين مقداره بيتا. زين الحالة اللي راح يصير عندي اللي هنا اذا اريد هسه اوجد البرودكت مالت السيستم مالتنا بعد ما انه اربطت الفيدباك، المفروض انه البرودكت مالت الاي في الباندويث بالحاله الثانيه يكون مساوي، يعني المفروض انه عمليه الضرب في الجين مالت المنظومه في الباندويث يكون شنو مساوي، سواء كان قبل وبعد مقدار قيمه الربط للفيدباك. الجين مالتنا في الحاله الثانيه شنو صار، هو اي داش، والاي داش احنا ذكرنا هو دائما اقل من مقدار قيمه الاي، باعتبار انه الاي داش هو يساوي لي مقدار قيمه الاي على 1 زائد بيتا في الاي، فبالتالي راح يكون هو كميه اقل. طيب اذا كان مقدار قيمه الجين بعد الفيدباك او هو اقل من مقدار قيمه الجين قبل الفيدباك، من اجي اضربهم شلون راح يكون عندهم مساويين؟ المفروض انه عملية الضرب للجين في مقدار قيمة الباندويث قبل وبعد يساوي مساوي. زين الجواب على هذه النقطة انه مقدار قيمة اللور 3 دي بوينت بالنسبة لي، هنا ايش راح يصير عندي؟ هنا راح يصير عندي اللور 3 دي بوينت والابر 3 دي بوينت فريكوانسيز مالتهم راح يتغيرون. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الاف 1 داش راح تكون مساوية الى مقدار قيمة الاف 1 على 1 زائد بيتا في الاي، ومقدار قيمة الـ F2 داش راح تكون مساوية إلى مقدار قيمة الـ F2 مضروبة في 1 زائد بيتا في الـ A. شنو هذا المعنى؟ معناته أنه هذه النقطة راح تقل، بمعنى أنه راح يصير عندي أولا قلنا الجين قل من مقدار قيمة الـ A إلى مقدار قيمة الـ A داش، خلي أفترض أنه هذا هو الجين مالتي قل بهذا الشكل. زين هذه النقطة راح تقل بمقدار قيمة الفاكتور 1 زائد بيتا في الـ A، فراح يصير بهذا الشكل، وهذه النقطة راح تزداد بمقدار قيمة الفاكتور 1 زائد بيتا في الاي فيصير بهذا الشكل، فراح يصير 3 دي بوينت مالتنا الجديدة هي هذه النقطة وهذا النقطة. زين إذا صارت هذه الاف 1 داش وهذه الاف 2 داش ايش راح يصير عندي؟ هذا صار عندي سين أدى إلى زيادة في مقدار قيمة الباندويث، فالباندويث
داش خلي أسميه بالحالة الثانية هو أكبر من مقدار قيمة الباندوث بالحالة الأولى، وحتى يصير عندي حالة توازن أنه قل عندي مقدار قيمة الجين بعد الفيدباك، لكن أدى لزيادة في مقدار قيمة الباندوث حتى يوازن أو يسوي عملية تعويض على حساب مقدار قيمة شنو النقصان اللي صارت عندي، وبالتالي تصبح المعادلة متساوية بالطرفين.